بسم الله الرحمن الرحيم. دائما في سلسلة تعلم لينكس نظريا وتطبيقيا من البداية إلى الاحتراف، قلنا في الفيديو السابق بشرح مشروع أجنو أو جنو نوت لينكس لمؤسس هذا المشروع هو ريشارد ستولمان، وهو الأب الروحي للبرمجية الحرة. وتطرقنا بأن الإشكال الذي وقع مع هذا العالم هو أنه كان يستعمل نظام لينكس عندما كان مجانيا، إلى أن قررت شركة يونكس بحفظ الكود وعدم إتاحته للمبرمجين وبمطوري أنظمة التشغيل، وبالتالي وقع هناك إشكال، فقرر هذا العالم إنشاء نظام تشغيل متكامل مفتوح المصدر يمكن الكل أن يساهم فيه. فبرمج نظام جنو ونظام تشغيل، ولكنه كان يحتاج إلى الكارنل. ما هو الكارنل؟ هو الذي يتعامل مع الشيل، مع أنظمة الملفات فايل سيستم، ثم يتعامل مع المعدات الفيزيائية للحاسوب أو الهاردوير. وكان هناك كارنل مبرمج من طرف طالب برمجة هذا الكارنل، فالتقى الكارنل مع نظام جنو ليعطينا جنو لينكس. إذا ما هو الفرق بين النظامين، نظام تشغيل ويندوز وجنو لينكس؟ دائما ويندوز هناك إصدارات، نقول بأن هناك إصدارات كويندوز 94، ويندوز إكس بي، ويندوز 7، ويندوز 8، ويندوز 10 اكسترا. أما جنو لينكس فليس له إصدارات، ولكن تسمى بالتوزيعات، تسمى ديستريبيوشن، لأن الكود الخاص بالبرمج مفتوح المصدر. فهناك الكثير من المؤسسات والشركات التي تقوم بتعديل وإنشاء هذا الكود. أحيانا هناك بعض التوزيعات تكون مجانية، وهناك بعض التوزيعات مجانية، ولكن عندما يكون عندك برنامج معقد يمكنك أن تتصل بالشركة مقابل عائد مادي لتقوم بتثبيت تطبيقات متطورة على تلك التوزيع. وبالتالي فإن إعادة توزيع الكود المعدل باسم آخر، فهناك توزيعة تسمى ريد هات تم تعديلها لتتناسب عمل الشركات الكبيرة والسيرفرات، وهناك توزيعة مثل إبونتو تم تعديلها أيضا لتتناسب الاستخدام اليومي للمستخدمين العاديين، وهناك توزيعات أخرى، وهناك توزيعات متعددة. وبالتالي يمكن أن نستعمل النواة لينكس كجزء من مجموعة شاملة من النظام، وتدعى ديستريبيوشن. كل توزيعة يتم بنائها وترجمتها برمجيا وتجميعها من قبل أفراد أو شركات أو مجموعة مبرمجين يضمونها باختياراتهم من البرمجيات والتطبيقات وأداة تثبيت النظام، إضافة إلى منسق الحزم أو باكيج مانجر وعدة واجهات للمستخدم. وبالتالي التوزيع يتم إنشاء التوزيعات بأهداف مختلفة. إذا الهدف من التوزيع هو للتعامل مع اللغات العربية أو الصينية أو إلى غير ذلك. يتم إنشاء التوزيعات بأهداف مختلفة، منها دعم بعض الحواسيب ذات البنية الخاصة. ليس الحواسيب كاملة لها بنية موحدة، هناك أنواع عديدة من الحواسيب، ويمكن تطوير ديستريبيوشن خاصة أو توزيعة خاصة بحاسوب معين له تركيبة فيزيائية معينة، أو تطبيع النظام لمنطقة معينة أو لغة معينة، أو استخدامه في بعض التطبيقات إضافة للأنظمة المضمنة، وغالبا تتضمن فقط برمجيات حرة. إذا حاليا يوجد أكثر من 300 توزيع حول العالم يتم تطويرها بشكل دائم وتحديثها، من ضمنها 12 توزيع تلقى شعبية ورواج كبير. إذا نشكر معد هذا التقرير على لينكس. وبالتالي التوزيعة فهي عبارة عن كارنل زائد جنو، كما قلنا. التوزيعة بعد تتوفر على بعض المكتبيات الحرة والأدوات الضرورية والغلاف الشيل، نظام النوفذة إكس، ومجموعة بيئات سطح المكتب المرافق للنظام، مع آلاف البرمجيات والحزم البرمجية من مجموعة برامج المكتب والمحررات النصوص تريسموند تاكس، وبعض البرامج العلمية كاللاتكس اكسترا. إذا التوزيع
كالإصدار يمكن مقارنته على ذلك توزيع لينكس العربية أرابيكس أرابيان لينكس إلى غير ذلك من التوزيعات. أما بعد التوزيعات المعروفة عالميا وهي دوبيان، ريد هات أنتربرايز، إيفنتو، فيدورا، لينكس مينت، سلاكوير إكسترا، إذا ماندريفا إلى غير ذلك من التوزيعات. إذا شكرا انتباه لكم، وإلى اللقاء خطوة بخطوة إلى غاية التعمق في هذا النظام، نظام التشغيل الخاص بلينكس. إذا شكرا على انتباه لكم، وإلى اللقاء في الفيديو رقم 3.